ما تم الحمل واستقرت المضغة في الرحم. فإن تساؤلات عدة ستتبادر في أذهاننا: ما جنس المولود المرتقب؟ ولماذا لا نستطيع الكشف عن جنسه بالأمواج فوق الصوتية قبل الأسبوع 14 من الحمل؟ كيف تتشكل أعضاء التكاثر لدى الإنسان؟ وهل المضغة الجنينية منفصلة جنس منذ بداية تشكلها؟ لنبدأ على بركة الله. تحوي الأجنة في الأسبوع السابع من الحمل ذكوراً كانت أم إناثاً أعضاء تكاثرية متماثلة غير متميزة جنسياً، حيث تتألف تلك الأعضاء لدى الجنسين من بدائات المناسل ونوعين من الأنابيب: أنبوبة مولر وأنبوبة وولف. تكون بدائات المناسل غير محددة الجنس ذات طاقة مزدوجة، إذ يمكن لها أن تتطور إلى خصيتين لدى المضغة ذات الشفع الجنسي XY أو مبيضين لدى المضغة ذات الشفع الجنسي XX. ولكن ما العمل الذي يؤدي إلى ذلك التحول؟ ومتى يحدث ذلك؟ يعود سبب التحول إلى منظمات التعدي، وهي مورثات تتحكم بنمو الكائن الحي وتطوره، كمورثات SRY التي توجد في الصبغ الجنسي Y وتشرف على صنع بروتين خاص ينشط تحول بدائة المنسل إلى خصية خلال الأسبوع السابع من الحمل. الخصية بإفراز كل من هرموني التستوستيرون والـ AMH أنتي مولاريان هرمون، الهرمون المضاد لأنبوب مولر. يعمل التستوستيرون على تشكل الأعضاء الجنسية الأولية، كما يرتبط بمستقبلاته على أنبوبي وولف، فيتسبب بتطورها إلى أقنية تناسلية ذكرية، الأسهرين والبربخين والحواسلين المنويين. في الوقت ذاته يرتبط الـ AMH بمستقبلاته على أنبوبي مولر، ما يؤدي إلى ضمورهما، فبنمو أنبوبي وولف وضمور أنبوبي مولر تصبح المضغة الجنينية الحاملة للشفع الجنسي XY ذكراً. في حال غياب المورثة SRY في المضغة ذات الشفع الجنسي XX ستختلف الآلية كلياً، فلن يتم اصطناع البروتين الخاص TDF، ما يؤدي لتحول بدائات المناسل إلى مبيضين، وبالتالي غياب التستوستيرون والـ AMH، حيث أن غياب التستوستيرون سيتسبب بضمور أنبوبي وولف، وغياب الـ AMH سيسمح لأنبوبي مولر بالنمو والتطور إلى أقنية تناسلية أنثوية تشكل القناتين الناقلتين للبيوض والرحم وبداية المهبل. وبذلك تتحول المضغة الحاملة للشفع الجنسي XX إلى أنثى. أرجو أن أكون قد وفقت بما قدمت. تركة لكم خارطتي مفاهيم تلخصان ما ورد خلال الشرح، آملة إتمامها بالعبارات العلمية المناسبة قبل ظهورها لكم. لكم مني كل المحبة.